وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فإنه دعامة ركن، يعني دعامة الركن من أركان الإيمان، عقد الدين يعني الإيمان، الدين هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله، لأن الدين ثلاث مراتب: مرتبة الإسلام أركانه الخمسة، مرتبة الإيمان أركانه الستة، مرتبة الإحسان وهو ركن واحد. نعم. والدين أفيح، الأفيح المكان الواسع، فالدين واسع ولله الحمد شامل. نعم.